بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيل ببقى الكنتوني تضبات كم إذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وحين قد أحجري حديث كدراء جابر كصاب سنة قبك النبي وحجي صلوات ربي وسلامه عليه. وأردف الفضل ابن عباس وكان رجلا حسنا شعر أبيض وسيما. سؤال كما ينكو يستهل نبي عليه الصلاة والسلام مركو مزدلفة كسور دقاقي حسوفا قليي نكال أورنجري فضل ابن عباس. وكان الفضل هو رجلا بو حسنا شعر تمونا كسن أبيض عط وسيما قرح بضن. فلما دفع رسول الله رسولك إلهي مركو صور دقاقي مرت به وحكسو فنقلي وانكسو مري وصامر وحكسو قاضي عرفة وذات كان وحكسو قاضي مزدلفة. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به وحاسو مرتي ضعن هوين سفر ضعن وهوين إذا ضمرك سفر كأوي كولن يضع جمع ضعينة مدى كلي يدى ضعينة اللي إذا ذا مركي بدينهين ضعن بالغو جمعية. مرت به النبي وحصو مرتي صو صعدها شسارا ضعن دمر باصومر يجرين أردها يوم مركز لحات ثانية. فطفق الفضل بن عباس وحقذق لي ينظر إليهن إنو إيقي دمر كسعدي أي إيش الرعي فضل بن عباس وني يرأه ولن يرأه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلابه وحوه صار يده وقعان سبرك يسنيت على وجه الفضل فضل وجهي سبرنا وقعان تساري. فحول الفضل فضل باوريتشي وجه وجيس الى الشق الاخر دنك كلو هدانا اوجيسو دمرك كفيري ينظر سو ولي دمرك. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقعنتي سو نبي اوريجي من الشق الاخر على وجه الفضل دنك كلو نبي هدانا قعنتي كساري ووجه الفضل بوطن اللحي. يصرف اسو اللحيني وجهه وجه فضل من الشق الاخر عفوا من الشق الآخر دنك لكسو اللي حينية ينظر وصوغ في رنية دنكو في رنية كلو كسو اللي دنكو إغينا باكسو علي دنكو ردنا إغيتو كسو علي عديدين يهينو دمر كفيرية غض البصر منابق مركا فرية سحابي قاس أساقا. حديثكم مركا قيبتاسي وحي أصل أطا هاي شيء منكر كامك للدوريني وحي أصل أه إنك عن لغو الدوري إنك عن لغو الدوري وصول نبقو عليه الصلاة والسلام نبقو فضل الله مهلين لكن قعن بولا بحي دمر كافرين مرد هنا قعنتو كدوري منكر كي أمو غضي. حديثك أبي سعيد واتقرنا يسمى رأى منكم منكرا فليغيره بيده بأوه الرئيس هداد أوده قعنتا أوه الرئيس. هذا القواطا بأي واسد النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذ أنه يقصه من ري إن لفظ أها لو عنق الفضل نبي ما أوجه بالله بلقنتيس باللحي سحو قنب اللحي لقنتيس لو عنق الفضل. فقال العباس عباس بن عبد المطلب واركها يي لبن ذلك وحك المادرك وحك لا يستي لفضل النبي والمادر حق على شذا رسول صحابي سبها النقدين عباس بمرك اركي وحك دعي فضل عباس إيه عباس كو دعي واركي. فقال يا رسول الله لمن لويت عنق ابن عمك ابو نبي الله محل قنت ويلك ان ذلك ادل لي حسد اجبيسي سوبرو. فقال نبي حول رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. حاركم نين دلن يرى أو قرحسن أو دمر فيرنا دمر يقول لن يرى سقف فيرنا مركا شيطان بان إنو فتنة يسكو فتنة يكبقى يو ساسا أقور شبي يفضل ابن عباس هذا يروح باح عنو صنو مركا معناها سينو صوم مري مركا إنا يقول فيرنا يه ولي بهوين يخف عميدة يتوسو فيرنا يسي الروايات كقارقود كيمد نن هذا قروح سنة وها وتم قروح سنة ودير عص به عباس وق مرك النبي فدنا كيابي منكرك أصل مرك وحوي إن جعنت اللي قد دور شو هدي لا أوده مرك جعنت لا أوده واي مرك أم با إري إيمانا يا وحي له المال نبي واسع ذي حتى أتاو تجيب بطن محسر وهذه محسر لأورنج لا وتجيب النبي السعودي فحرك قليلا مرك مستلبا بكسر دقائق كسر كلها وهذه يرى فرق يرى هذا ويسك بابا أي أحد كويا لو مك ولي مشع الحرام أكتيس كويا له حتى أتى إلى وتجبضنا محسر دي حدا وهذه محسر ليلى هذا وحيهم كتب التاريخ شيء كان محسر وحلو يلي
وادقي هبسوميد لوه هبسوميجي لوو داريجي لوو نوغ جيري وي مرودقي ابراهو وتي تانغي يي تكنيكادو وتي با ماركاي ماكا كوسو دوداهي هلكا داف ويدو كو هبسونتي با ليدادا خولوها اتسفر كو تاماد ودو ماركاي دالا اي سكون واين داتان با ليدادا حسرغا ليدادا حتى اتى الى النبي تغي بو سعود بطنا محسر بطنا وادي محسر تقع محسر الدحري سو تغي فحرك قليلا وحير بو دقاجيه والنبي قال لحادثي واديغا اسغا اورد بو النبي كو غويه ثم سلك الطريق الوسطى ودد دخي ايو النبي قبطو قاداي التي تاسو تخرج كب حيسه على الجمره الكبرى بورتوين جمره الكبرى صدحن بورود من مالمهد اتورتان مد حقا من وحكتا جمرة العقبة الصغرى بالليل هذا أصه الرئيس ما كان منك كتم هذا مدك أصه الرئيس صغرى الليل هذا مد الدحانة وسطى الليل هذا مد أضم بيس حقا ما كحكتا ويمد ما نك الله تورني جمرة العقبة الكبرى الله يقان صدح هذا ويزدوي الآن مد حقا ما كحكتا ما كان منك كتم هذا ما كوحكتا أيام بما نك الله تورتا ما المها كي تبنات كي لا بي تبنات كي سدح تبنات كنا صدح دوالة ترتبط قرنيس مركب وضدي توس وقول عيسى جمرة العقبة الكبرى ينبي يسكو عادي حتى أتى الجمرة إلى أبورت التجي التي جمرة سو عند الشجرة جيدة أكتيس كنت لقيت هذا مش كمية لبور أركي ميزار ميل جدو نروح لو جور هاي بدر كيس أنت فوشا درب من بدر حلا عيسى قدمنا هوس بورد عاية طيب نينك هوس تجي ككر تجي بس كملهم بيتور هاي فرماها بورت وحكتور النبي عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات تضبق روح يكبر أسوق التكبير سنية مع كل حصات منا قروح كستاء تضبط كميدة مرك توري الله أكبر بولها مثل حصى الخذف فنينك قروح سوق النبي كتوري فرماها بسبع حصيات مثل حصى الخذف ساسس كوحران تاي تضبط حكتوري لأك رحياش قدر كودي حجم كودو كان أتسكفني إنتان يركب فرت إنت لقوق في السال إسكو قطورو ميت كاسو اللي أكاوي يكبر سوى التكبير سنة مع كل حسات منها رمى حقته راي وكجاني بورتا من بطن الوادي فرق جذه سام الدحدة وادي وعند كاسو كي استاجي مركو طور ملا دمي وتطلع ده حول دمي ثم انصرف النبي حول لحدي أو وعدي إلى المنحري ماشي حول لوجو رعشري نال بنان ولا يقانو حولو جور عجرو هذا أكيد ميزان العقبة لإنك قادي وكالون بطمين إنسان حولا يا ضد كالون بجور عاي فنحر النبي وحوج جور عمان كأيضا 63 بيده لحدا يصد حالات بقى عند سكوك جور عاي النبي وحوج يسوي قطص إيسا نينك الصومالي وحوج بدن طبعا حالات مك جور عكر قيل ما اللي يلبد مو إيسا قيل جور عيسو هول سال الماء بلاو حب بدن نكون تو هالقط ما تير رمية هذانا لباتن قرشي واني ننكتي نبي بنادك اللي أود ما هاي مئة رجل أود دبالسية في كل شيء فنحر بيدي نبي قعد في حكورة بركة 63 لحدا يصد حالات من نبي قورعي ثم أعطى عليا علي بوسية ودي بي أنت الضمبي وفنحر وحوق قورعي ما غبر أي ما بقي من الإبل قيل وحي كد من بقولك يويل قورع عدوك ما غبر أي ما بقي لحدن يصدع النبي هدو قورعي صدن يتضبط كلا أي عال قورع كويل حالنا رقوا كحوق بنا صون أدبو حوق بنا وادقرنا إذن يوم خيبر الواحي وقاته وقاشان كد اكتسفت اسكاك الدفاع الشري تونن بارقواي تونن بارقواي سوضع الله ما يقاشان كيسي سيف كعك ده عادي مركز ودلاعي عشان كده بس كتوري قولي قربوش ومشن كوي الله أيو الباب كيف فجست الباب كم مرك كدك ده عشان بس كده ده سيف هاي ورا مذا تقالك مرك قدام ما هذاي يو الباب كيف كتوري الباب كي تبنين بانو كو قادو هنا براحة كشكي تبنين بان كو قادو هنا الباب كونين قان كو هاي كده قالمي وده دو حيدي ما يتاو حل سعوتي دعاء نبي محمد وبركة يا هيدي كرامة يا هيدي علي رقم بالحوقة علي أدبو حق بنا أدبو حق بنا وأشركه نبقى وذاتي علي بول وذاتي في هديها حلو سوكحي بقول كهالات نبقى علي أسقع اسكو درس داي اسكو هدي بين نقدين ثم أمر نبقى حفري من كل بدانة هل والبا هل كستين لغا سوكوي ببضعة عد هلبة سنضو واسدة قيل هديها أم حولها هديها تقور عدي أم عدها هديها لاتي
iyo udhiyada waxa wanaagsan inaad hilibkiisa wuxuun ka cunto baa sunna marka boqolki halaad nabigu wuxuu rabaa in hal walba cad hiliba uu ka taabto marqin uu ka kabado waa sunna fujucilad waxaa la yeelay hilibkii goosimihii la soo gooyay fi qidin dhari baa lagu riday oo lagu shubay fatubiqad waa la karshay fa akala min laxmiha hilibkii wax ka cunan cali iyo nabiguba wa shariba min maraqiha geeli hadigaha fuudkiisna waxbay ka cabe hadiya sunna sunnadu waa sida inaad hadigaadii udhixida wax ka cuntaa sunna ah waajib samaaha siday bacdu taabiciin sheegee bacdu taabiciin ba waxna waa waajib iqtidaan birrasuul khuduu canni manaasikakum buu nabigu yidhi saanna isagaa yeelay haddaba in la yeelay waa waajib bay yidhaahdeen walaa saarifa dayl hawsha lagaga lixdana ma hayna taagay marka laakiin sida sawaabka waa sunne waajib ma aha waa sunne waajib ma aha laakiin madhabka iyaga waa khilaafa sunnadan iyada ashaafici wa asxaabuhu way khilaafeen sunnadan iyada marka wayna diideen dimaada jubraanka tamatuc dimaada waajibada ah dhiigga kugu waajiba sida tamatuc oo kale dhiigga qaarinka ku waajiba oo kale dembi aad gashay iyo maxduuraad ku dhacday dhiigga ka waajiba oo kale iyo nadarka dhiigga ka waajiba oo kale lama cuni kara yidhaahda iyagu lama cuni kara yidhaahda nebi maxamed cali maxay ahaayeen qaarinayn bay ahaayeen dhiigga ku waajibayna waa dhiig waajib oo ka waajibay qiraanka iyo tamatuca dartiisa u waajibay marka waana cuneen sunnada waa sida weliba nabigu isku dhibay oo halkasta wuxuu isku dayay inuu goosin hilib laga soo gooyo dheri laysugu geeyo boqolkaad goosimahoodii kadibna uu maraqoodii ka cabo hilibka nabigu ma uu cuni karo laakiin hadda wuxuu wada cabay halkasta maraqeedii wuxuu ka taabtay boqol goosimo nabigu ma cuni karo oo halkaas laga keeray daayib laakiin maraq markaad ka kabato hilibkii oo dhan maraqiisii hal walba maraqeedii waxbaad ka taabatay sunnadan waa sidaa marka shaaficidu way khilaafeen walaa daliila لمذهبهم ومخالفة لسنة صريحة ويوش أسكاق اللي حد ثم ركب رسول الله هذا معون تانا هذا دي يقيد نكو واجب يضم وطمعت عندي معاك عون تحقيت قوارك تي ما رقنا معاك عنا شي عبد الشكري ويدي هذا ماشو قي مركا سقا جنسي وحقك كحيي ثم ركب رسول الله رسول كيلاهي بهاشي سكري فأفاض إلى البيت بيت كيلاهي بو هذا أفاض وحبوب بتاعي إلى البيت بيت كبو آدوي بيت الكعبة اللي وجدها هذا مركو النبي قول عي قيلي أولي به إليب كين تقول كرين هاي السوقي أو مرغي كعبي أو إليب كي وحي أو عالف عناي بهذا النبي ما يوم ما كآدي واد ديريان ضد ديريان ألو سعدوي انتو النبي قم مكت تقي سو إذنك أرد هاي ونف قيلة قول عين أو هيلب لكرين قيلة انتو كبس لواتا قانان mashiinna wax ku bislaysan lama haysan xaabi iyo qoryo wax lagu shidaayay intii la sugay waa saacad ka badan wey iyo haddana nabigu intuu maka tagay oo soo dhawaafay buu soo noqdo madiina kutumina kusoo tugado duhurkii miyaad awoodaan idinku hawsha ayada ma awoodaan kiina idinku adag baa yaa allahu duhurka ugu tukanaya mako فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر حديث جابر سداس وي حديث ابن عمر أنس بن قال دورنا يا عائشة أورن دور النبي حكت كذي منو كنت كذي وان قال دورنا فصلى بمكة مكة حكت كذي الظهر ظهر كنت كذي ورواية جابر سيد الله جمع لنا وإيمان دونت إن شاء الله تعالى فأتى مكو النبي قلت تقي بيتك مكان الظهر كنت كذي فأتى بني عبد المطلب بن عبد المطلب بؤي من النبي صلى الله عليه وسلم يسقون أيغو مدى ورابيني على زمزم عيلك الزمزم مدى بيها كسيني أيغا اسكالها أو مكي الله قيبسة حلالك لو قبان لها بيتك إلهي بي عقوراش قيبسة حلك كسوها قاقوي ريب بن عبد المطلب أو قد قصي باسكالها يالي سي فقال وحور النبي انزعوا بني عبد المطلب ريب بن عبد المطلب شبع عيلك انزعوا ودان تنسيب أو شبع عيلك فلولا أن يغلبكم الناس هدانا كبخ قيني انتظروا إنا إذن كأت كادان على سقاياتكم ورابنتين أمضى ورابين إنسان لأن زعت معكم وإذا لشو بلها علك اللي انتظروا حنقول خذوا عني مناسككم وحو البون سمايو إنا السمايان بمسلمين تسكودا هيا بقول لواتن كن أو روح با سعوته مرك هدانا نوع علك شو ما انتم حيدا هيا نيو البون شو بها يا علك
مرك ريع عبد المطلب بنانك الله ديك الدرك بنانك اللي جيريا مسلمين كان لو رجيا علكي علكي فناولوه النبي وحيودي بين دلو وذان بيودي بين بياء فشرب منه النبي وكعبي علك الزمزم تير الله تجيب يلا عبنا ومن السنن مرك الله مرة يحج كل جوعي عمر ضبا وعقل وكجر نول بحلك الله حرسار إن لود إلى أوجبه إلى أوجبه إن الله عن رافن وتخصصات كأيو خصائص للسود دايو والإمام كشغل إذا الله رافن والمؤدين كشغل إذا الله قب سنين نيجا مسألة كترترى يحق يهوش اللود دايو نول بوحلك يس إن لقو حرمية لقو دوره أيو أصل وياه إلى أوهوش أوجبه إلى أوهوش أوجبه أوهوش أدو جبه دن تقول مركا ليلام ولا قاضي وحدثنا عمر بن حفص إذن حديث كده رأي جابر من طريق حاتم إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أيوه أنت كده أيوه حر بينه متابع أوكينه وذاتك حاتم إسماعيل وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبيه قال حدثنا جعفر محمد جعفر الصادق قال حدثني أبيه محمد بن علي الباقر قال أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري أن أتقي فسألت وحان ويدي عن حجة رسول الله رسولك يا حجك سبا وحكا ويدي وساق وكحي حديثك وذات كيك حيني حفص بن غياث حفص بن غياث وساق الحديث حديثك بكحي ديرات صومرتين بنحو حديث حاتم بن إسماعيل حديثك حاتم بن إسماعيل وكالا وحكوله أي أسنوريه لكن سيدي ولما يسترى حديثك حاتم ومر لما يستر حديثك حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر وزاد في الحديث وحقدر حديثك ننك اللي إذا حفص بن غياث وكانت العرب عرب حيد واقهوري وكانت العرب عرب حيد يدفع بهم كل دقاقه ومزدلف كل دقاقه وما كلكده أبو سيارة على حمار عري من أبو سيارة الأورنجري وحميلة مقعسل العدواني أيا إسكدي جينو طلاقون هاي مناسكتنا أسوق يقانه ماشى للدقي ماشى للغفران ماشى للغطوران ماشى للمري إنه أسوق عرب يقانه شيغان شري وأن لو قدم بيي ضمير مدو أسوق لأنتو كره أيوه قامن شري عرب مناسك تكوه قامن شري منو جين كدي مزدلف جين ساس عرف عرف أبو حمايان أنت أبو حضانة أبو كعين شري أنت قال حكور ربي شري مشعل الحرب وكانت العرب يدفع بهم حلك الجري أمر الله دقائق الجري أبو سيارة على حمار ضمير عري عضي سماء ضمير أن وحقوب تلوصاري وحكرباش من الجرين أيو كرك كف يقال كده الجري فلما أجاز رسول الله إذا مرك ضدك ضوافين ضدك ضدك أن حجك أقول ضدك وضع هي تص هي الدليل ك دقن لا يقان في الجاهلية وفي الإسلام بأهيت لكن إنك الدليل كقول نقولي إنك مد الراعيه أما كقول يقول يا رعي إسكا إلى لك ببسيه قل يا حجر وحول وقول عافين وإسكا فضوضة وبنان طي شيخ الباف ابن بس بس فضوضة ابن عثيمة فضوضة يقول دانون حيو يكون لو كنا تصوب حسي كاغطو من أيات جرة إسكا إلى لي إسكا إلى لي حجك إن أمي الضياء إن لقى أقبل إن كان لقرن ما هي واجبة قدون إيسان بل إن الله أقبل ونغض حج مبرورة كد دالة ومرات سما يسان سدو النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام فلما اجاز رسول الله رسول كلاه امرك النبي طلابي من المزدلفه بالمشعر الحرام لم تشك قريش انه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم نبي امرك طلابي من المزدلفه بالمشعر الحرام الى المشعر الحرام مزدلف نبي كغدبي وحي اوغدبي مشعر الحرام باوغدبي مركب حيل مزدلفات وكير كبحي مشعر كضاف مهي فلما أجاز رسول الله من المزدلفة بالمشعر الحرام إلى المشعر الحرام بعض معنا إلى إن يتيقوا قرش سنتهاي مركب مزدلفة طلابة وجد بي مشعر حرام لم تشك قريش قريش ما يسن كشكين أنه صوبنه سيقتصر عليه إنه كجاب سنتونه مشعر الحرام ك وهو يكون النغندون منزله بوس كيسة ثم هلك النغندون ثم أي هناك ثم ما ثم هدي لي هذا لقربه وهناك موضع مكان بإشارة سه يلا قوده فأجاز النبي وات الله حتى وحوت الله مش على حرام كي أو قزح أو يقانين قزح أي ليه جرين وات الله ولم يعرضه أبا بحبك هو اللي حنم دقبة شلاه مسين حتى أتى عرفات فنزل إلى النبي عرفات اللي منه النبي كبحي
عرفوا أصعدا مزدلفة الله سيمرا مزدلفك مركو نبقو بال ودافي ومش أحرام ولسمية يوحيس ده كل مزدلفة كتقي لكن هل كان أيضا دافي ما هي وقزع له يقان وولي بني قريشات أما قريش نما يدالي قريش يوحي ده شيبان ينبيح جرين ربني كنانا يوم لم يضع إنما جديلة بن جديدة القيس الأورنجري صدق قيس قريش يربني كنانا يوم هي جديلة جديدة القيس الأورنجري صدق قيس من كبح جرين حرمك ولبا وحاكلون حرم كبح جرين واحد علينا أيوة ربتوه هنا سدوا كلي آية حتى أتى عرفات لا عرفت النبي قلت له فنزل إذن زيادات كاس وإنت أي وضعت الرواية ذا حفص بن غياث على حاتم ابن إسماعيل باب ما جاء أن عرفة كلها موقف انت يرتى أن قدر أن حديث قال سر رائع ويحكو يمد عرفة نبي قل ميشو كي استاغي موين ميل والبا ويبنانتا إلا استاغو نبي حنو الشيخ دون عليه الصلاة والسلام وحاجر أفضل يجائز كتب تفقه واتقو أركته صلاة أكمل كذا إيو جائز كذا ويسد أكمل كذا إيو جائز كذا وحوال بوحوليها أقل يا أكمل واركته عقود جائزية وحيله ذا هاي وحيله ذا هاي لازم حيله ذا هاي إذن أكمل كوحا ويسد أفضل بنبغ ماشو استاغي ماشو مري هل كو كدو عيستي هل كو كدو كذي وضضو مري إن المرتا أكمل وخير بدن وفضل بدن أيضا سيدات هاي لقو قول لازمين ما هي ميل والبصور نبغ إشارة بديالي كرتا هذا يكون سورة قلي ويدو برتو استاغينا استاغتو حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي حدثنا أبي وحفص بن غياث عن جعفر الصادق حدثني أبي أبيه ود محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديثه حديث سدرة حديث جابر ذلك كاسي وغها كصاب سنة نبي حد كيسي محيري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حور النحرت ها هنا هل كان أنكو قور عيناء قيلي أنوه أمنا منا ومالك طبنا هذا نحرت ها هنا هل كان أنكو قور عي قيلي أنوه ومنا قبط من الله إذا دانا كل هذا ما انتهت من حرون من الأصوبة وحلو قور عوه من أردن ماشي تكسو قدرت قور عيسا قيل هذا يوضحي هذا يعرف هذا يهدي هذا فانحروا قور عيقيريني هديقيني يوضحيدني في رحالكم أي في منازلكم ما لها الدقنتين رحالوا حلوجة ماشي وصابان كدينيا ليت كفرتين الدقنتين كو قور عيقيريني يوضحيديني ماشي أنو أنكو قور عبار لسو آدين واجب معها وإن واناكسنتها إذن وقورعي من أردن ومكان قورع طيب ووقفتها هنا هل كان عرفك إستاقع عند الصخرات وإنك سومر رحالي سومريني نبي عليه الصلاة والسلام أنت واديك قدبي وحق بورتا آذي ينبع هوسي نبي استاغ قبلنا نأسوه جيسد وكعبد السؤال ووقفتها هنا هل كان نوغا أنجوك سدي عند الصخرات بانجوك سدي وعرفت كلها موقف عرف أردنا وادي عرنا مربطة كتا اللوضة إلى بورها عرف أنت أسوي حد كيدو وادي عرنا وادي عرنا وانيقى صوم الرئيين لسكوخي لافسانيا إما عرفوا كتر سانيا مزي وكتر سانيا النامرة وعرفت كلها موقف عرفوا دانا وامل اللي استاقوا أصو بضو إكاقا أصحيسو ووقفتها هنا هل كان نبو استاقوا مشع الحرام أنك استاقوا مركان مرها مزدلفة أنجوغي وجمع مزدلف جمع ومزدلف وجمع مزدلفان كلها دمات موقف من اللي استاغوي انا وانت وضد سوق قاضيبا مشعل حرام ايش لو يقانان استاغي وقزع لورنجري كعبدنا وان قابل وان كدعيست الى قرخ سو دواتي بو نبي قلت ان الله بري هي مركي قرخ سو دواتن وكي كدقاقي من السؤال نبي وحوله انا وانا مزدلف هل كان كي استاغي مزدلف ودن ميل بريو اما اللي استاغوي أما طرف كتشوك أما جيس كتشوك أما برتما كتشوك أما بدح كتشوك مزدلفون هكبح هذا والله كبح والله تدخل بطيك يا من اللي سجينا يا وجمع مزدلف كل هذا ما أنت موقف ميل الجوك سدو إلى هالقبر يوي وحدثنا سان إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم الأموي حدثنا سفيان يعني الثورية متابعة صدحات بكينية رقى حاتم إسماعيل كرة أي حديث اللورية يو ألف هدو سفيان الثوري باكمده وحاكمده وذلك اللي هذا حفص بن غياث إذن حديث جابر بكوك قابصدك في حجة النبي مصر عنه كانوا كدبنا صدح متابعوك كان
حجك أحكامتي سي فضائشي سي يا سو فافازنا قذال بوكيني دونا انت كغاري ماي وفافاين دونا لكن حديث جاب حوسه مري بينه كورور يصعد كي صعد لك النبي صلى الله عليه وسلم عن جعفر عم ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة نقول مكة سوق علي أتى الحجر حجر الأسد بوتجي مكة سوق على سوق حاجئة فاستلمه وسلامه وقعن صاري ثم مشى على يمينه وزوا زيادة كجر تحتك سفيان الثوري ما نقص مرين بنكون نبي قد وافع حديثك حاتم ما نقص مرين مركز حجر الأسد صار كوب بيكتو أود قعنت صارتو أود بسم الله والله أكبر ترى هذا ميدك ترى رقاق يسار حق ميدك ترى وريج ما كان ميدك ترى رقاق ذو إلا ود وريج يساي قرب كذا بيدحبا كعبة السؤادي لنا عالم ديقنا بنانك وريج هيا سأفهم سوسيدا ما هذا سائر وين هذا وريج تبيدح قولي بيدح كأدو يد ميدك ترى أقاطع على يمينه ميدك بالعدين يا كعبة وفقوه قوانا مجره مركات ساعة أقبه أنتو حجر الأسود كي أضقاب بشو حقا نقول لقاقي ميسيدي وحضر لقاقي ميدكت هذا هذا هو يحكي وريقي هاينا قرب كاذن بديح يو حسو هذا هيا كعبد وحكسان يا كان ميدكت نبنان كجرا انت مياد فانتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر وتقي فاستلم وقعن صاري ثم مشى نبي مكه السلام طوافك وحقوه على يمين لك مدك بقول دقائق صبنه فرمى لو حور عليه ثلاثا صدح جرب عليه ومشى أربعا تدودي وريك أفرنا نبي وسعون يي صدحنا ور علينا يي إذا حديث كجاب رسوله ففانتي سي يشرح سي عسوا سيدي سوا ففاسن حديث كلا كل من دونا لكن مسلم عبد الله إنه أنت إسكدوه ونبي مالكم مدينة كسر دقاقي إلى أو عماش الدمين يي وحي معقول يا سورة قال حكم كحرين آي إنه كوشي هالمر جابرون الشيء حديث جابر حديث زكرر أما كفا فاصلنا نبي قال لك ما ورنين في حجته صلى الله عليه وسلم رواية أقول لها أقول قيمة بضانا ورواية حاتم ابن إسماعيل المدني نيو البوصي حديث كم متابعينا وحكت لما يسترن رواية ديسا صادرت بمسلم الصقة كهر مريي وهذه كان متابعان وكان سيد سبيان الثوري إيو إيا نيك اللي حفص من غياث وحي كدرين سيقونه وكاني إذن الرواية المعتمدة عنده هو رواية حاتم إسماعيل تن سفيان الثوري يمد حفص من غياث نحو وكاني كمتابعة عشر كعاو إنتا سينو كدرين إن كلمة دي مسالة دي حالي أنبالا قاضينا وحي يركي هذا إن شاء الله تعالى